ولمناقشة التطورات في السودان معنا من الخرطوم الباحث السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي. دكتور مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بقناة الرافدين ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور. هل هي مجرد صدامات بين المعتصمين والقوات الأمنية، صدامات عابرة، أم أن هناك ما يشير إلى تفكير القوات الأمنية السودانية بقرار لفض الاعتصام؟ واضح جليا أن المجلس العسكري له رواه الخاصة بأمن البلاد في ظل بعض الاختلافات في قوى الحرية والتغيير. بعض أجنحة قوى الحرية والتغيير تدعو إلى تغرير انفصال بعض أقاليم البلاد، وهذا يشكل خطرا على الدولة السودانية، ومعروف أن دور الجيش هو ضمان وحدة البلاد. فهذه الاختلافات جعلت ربما الرؤية عند المجلس العسكري مختلفة، وربما يعني جعلتنا نرى صورة مختلفة بعد تصريحات أحد قادة التجمع المهنيين بضرورة تغرير المصير لبعض أقاليم البلاد، وهذا مرفوض تماما من الشعب السوداني ومن الثوار. يعني الحفاظ على البلاد أمر مهم، وحدة البلاد أمر مهم جدا جدا، وواضح بعض التجاذبات داخل إعلان قوة الحرية والتغيير في مكوناتها، مما يؤدي إلى اختلاف بين رؤى الثوار والشارع. مع مطالب الشارع هي واضحة: حرية وسلام وعدالة، ويبقى نظام مدني، ويمكن الدعم الإقليمي الذي يحظى به المجلس العسكري لهذه المخاطر الخاصة بانفراط التشظي السودان. جعلت دول الإقليم تدعم المجلس العسكري في أنه لابد من السيطرة على الوضع، لكن في رأيي إن المجلس العسكري لن يذهب بعيدا إلى فض الاحتصام. ربما بعض المناطق الخطرة مثل شارع النيل التي يعني تجري فيها بعض الممارسات السلبية يتجه المجلس العسكري لفضها، ولابد للثوار أن يبقوا في محيط ميدان الاحتصام بالقيادة العامة بسلميتهم المحقودة التي بدأت بها الثورة في 11 ديسمبر 2018. هل تتوقع دكتور أن يستخدم المجلس العسكري القوة في فض هذا الاعتصام؟ لا أتوقع ذلك، لأن هذا الاحتصام وهذه القوة المدنية تحظى بدعم دولي ومظلة دولية، ومعروف أن الحسابات الدبلوماسية الغربية كل يوم تزور مقر الاحتصام وتدعو المجلس العسكري إلى تلبية رغبات الشعب السوداني والجماهير السودانية في تسليم السلطة للمدنيين. لكن المجلس العسكري في ظل رؤيته لوجود بعض الكيانات والحركات التي تدعو إلى يعني تشظي البلاد وتقرير المصير، وهذه رؤى مرفوضة تماما يعني حتى من التيارات المعارضة للمجلس العسكري. نعم، برأيك إلى أين تتجه الأوضاع في السودان في ضوء هذه المعطيات، ولا سيما أن قوى الثورة تتخوف مما حصل في دول أخرى؟ يعني كان هناك مجالس عسكرية في دول أخرى عربية مثلا، وبدأت الأمور بهذا المنحى إلى أن سيطر المجلس العسكري أو الشخصيات العسكرية على البلاد. السودان يعني بلد مختلف، والشعب السوداني بلد مختلف، والثورة السودانية كانت بنكهة مختلفة. وأعتقد أن الشارع السوداني ما زال الثوار ما زالوا يمتلكون مفاتيح الشارع، يستطيعون في يعني دقائق عمل العصيان المدني وإقفال كل شوارع الخرطوم. ما زالت مفاتيح الشارع في أيدي الثوار وقادة الثوار. فالسودان بلد مختلف، والشعب السوداني شعبي مختلف. لا أظن يعني عمل تجربة أو كوبي بيست لما حدث في بعض البلدان الأخرى في السودان. السودان يختلف تماما، وأعتقد يعني إن شاء الله في مقبل الأيام تكون هنالك انفراجة إذا ما يعني تم التوافق بين مكونات المعارضة والمجلس العسكري على يعني ضرورة إنقاذ البلاد وإخراجها من هذه الورطة وامتداد الأفق، بحيث انه ارى انه المجلس العسكري يتجه مع بعض مكونات القوى الحريه والتغيير لعقد صفقات سياسيه امثال نداء السودان وغيره من بعض الاحزاب، وربما هذا يكون مرفوض من الثوار
لكن افتكر انه في الاخر حتكون في معادله ومخرج للبلاد باذن الله. كيف نفسر التباين الموجود داخل قوى الجيش تجاه التعامل مع الثوار؟ التباين الموجود جوا الجيش، الجيش السوداني هو مؤسسه يعني قديمه ومؤسسه راسخه، يعني معروف انها يعني لها مشاركات منذ الحرب العالميه، هي مؤسسه عتيده يعني لا يستطيع ان يفرض احد عليها اجندته، بينما القوات المسلحه الاخرى سواء كانت الدعم السريع او غيرها من الاجهزه الامنيه قوى حديثه يشكلها النظام السابق وليست بالتاكيد كالجيش، الجيش هو يمتلك زمام المبادره، وهنالك يعني قوى الشرطه السودانيه وقوى يعني مدنيه موجوده وكلها يعني تصف في اتجاه انقاذ البلد، الكل الان يتوافق ويتراضى على يعني اخراج البلاد من هذا النفق المسدود. في ضوء ذلك ماذا تتوقع فيما يتصل بالمفاوضات بين المجلس العسكري وقوة الحرية والتغيير؟ اتوقع لان الاحتصام يعني صار يعني يشكل هاجسا كبيرا لقوى المجلس العسكري باعتبار هي الان المسؤوله عن البلاد وهي تمثل القوات المسلحه، هم يبحثون عن مخرج ويريدون ان يخرجوا من هذا المازق او هذه الورطه. اتوقع ان يحصل اتفاق على ما تم الاتفاق عليه سابقا وسلفا، مجلس سيادي ومجلس وزراء وبرلمان منتخب انتقالي لكي يعني يسير البلاد حتى الانتخابات. نعم، اشكرك دكتور عبد الرحمن الخالدي الباحث في الشان السياسي السوداني، كنت معنا من الخرطوم.